أهم الأنشطة التي قام بها فرع الحرس البلدي بنت بيا من خلال من شهر 9 إلى نهاية شهر 10 إلى تاريخ اليوم. طبعا جهاز الحرس البلدي فرع بنت بيا قام بعدد دوريات من بداية شهر 9 وتمثل في التفتيش على المخابز ابتداء من المخابز والصيدليات وكذلك مواد الغذائية وكذلك محلات بيع اللحوم والخضار. وتم التفتيش على هذه الأنشطة وتم ضبط مواد منتهية الصلاحية وكذلك تم ضبط لحوم فاسدة، كذلك تم التنبيه على الاشتراطات الصحية، كذلك الإعلانات المزاولة بالنسبة للصيدليات والتراخيص، وكذلك بالنسبة للمخابز تم التفتيش على المخابز من ناحية الاشتراطات الصحية، كذلك الشهادة الصحية للعاملين، كذلك التراخيص الخاصة بالمخابز، وكذلك التنبيه على الاشتراطات الصحية وجودة رغيف الخبز من حيث الوزن. ثالثا تم المرور على محلات مواد غذائية وتم التفتيش على المحلات المواد الغذائية من ناحية التراخيص تراخيص المحلات وكذلك الشهادة الصحية للعاملين وكذلك الاشتراطات الصحية وكذلك المواد المنتهية الصلاحية. كذلك تم التفتيش على المواد محلات بيع اللحوم والخضار وتم التفتيش على المشاهد الصحية وكذلك التراخيص الخاصة بهذه المحلات واللحوم المنتهية الصلاحية محلات بيع اللحوم. وتم ضبط العديد من المخالفات تتمثل في حوالي ما يقلش عن 30 مخالفة، وكذلك تم حسم عديد من المخالفات وتم التنبيه على الاشتراطات الصحية وتم ضبط مواد منتهية الصلاحية بكميات كبيرة وتم إعدامها بالطريقة الصحيحة وذلك بالتعاون مع الإصحاح البيئي.